هسألكوا سؤال بقى بس تجاوبوني بمنتهى الصراحة. اتفقنا؟ في كم واحد انا بشرب مخدرات؟ إيمان، تقوى، إسلام بينتشر يا أولادي، جبت أهاليكم معاكم ليه؟ ما علينا. أنا عندي أزمة كبيرة في عشقي مع المخدرات إن أنا ما بشربش. فدي بقت أزمة دلوقتي، إنما 50% من أصحابي بيشربوا. فأنا قاعدين كده بيحششوا وأنا ماليش لازمة، فلا باخد الشوكة دي اللي جنبي. وصلت. فقررت حاجة من الاتنين، ما أنا يعني يساعدهم يبطلوا يشرب انا، ده ما يرضيش. فجاي واحد صاحبي فبقول له انت بتشرب ليه؟ قال لي على فكره انا ما بشربش قهوه. انا بشرب بانجو بس. قلت له طب كويس، بتشرب بانجو ليه بقى؟ قال لي اصل البانجو دماغه حلوه كده، تحس ان انت قاعد في كرتونه. طب ما تقعد في كرتونه. ماشي مستحيل يعني. داخل عند واحد صاحبي المفروض ان هو بطل. أول ما دخلت لقيته راح مولع جوه. فيمكن حلاوة التبطيل. دخلت بفتح التلاجة لقيتها مترصصة بيها. فدخلت قلت له إيه يا معلم؟ أنت مش بطلت؟ قال لي أهو. قلت له أمال إيه ده؟ قال لي ما أنا بطلت. قلت له عمري مبطل؟ منطق. ضمن المنطق عجبني برضه. دخل على لقيت واحد صاحبي أبو هاب هنا. فعلا؟ طب كويس. لقيت بقول لك بص انا حشش عسكر لا. فبقول له ليه؟ قال لي اصل الخمر حرام. قال الحشيش مكروه. عارف صاحبك اللي سافر بره ده بقى خمره وحشيش وما انا طبق ايه عندنا احنا الخنزير؟ يقول لك لا يا عم استغفر الله العظيم. المهم بيظهر كده طب زيكم كده. غالبا اهلي ما كانوش معايا. المهم فمره رايح لصحابي قرروا ان هم يسكوا. فانا طبعا عبيط اجي معاكم. فجأة فانا طبعا داخل بقى لابس شعري لابس نايس كاب وبتاع ما ينفعش اروح بالمنظر ده مش بتوش اصل انا جاي لابس شورت. فام قالت لي ما ينفعش تطلع الستيج بشورت. قلت لها ليه؟ قالت لي ركبه المرأة اهو. والله فداخل هم كانوا بيسكوروا فجأة لقيت الديلر راح جاي لي كده. قال لي مدير بنك. قال لي خد رقم. قلت له ليه؟ قال لي لو عوزت حشيش في اي وقت قول لي انا زي بابا. ده مجد انا بقول لي حشيش مجد هو ده المجد انا زي بابا. حد بحب بقى كمان الخلفيه الدينيه اللي عند الناس اللي بتشرب. يعني مثلا لو جيت انا هكلم الطريق قاعد مع اصحابي في ديلرز عملوا نظام توصيل المنازل تكلمه انت بس. فقام اصحابي قلت لهم طب افتحوا السبيكر يمكن نكتب ماتيريال. ففتح السبيكر فجاه لقيت لي الكولتون دوس نجمه. اللهم ارزقنا القناعه. بنسكور تمر بلبن فاهم؟ حاجه جميله كل عينك. جينا يوم واقفه كده قاعد مع اصحابي وبتاع قالوا احنا الصبح. قلت له قشطه الصبح. على فكره انا زياد جدا يعني قاعد الصبح عادي. انا اصلا بحب الف السجاير جدا. انا طفل بقى بيلعب. انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ ففي مره بلف الواحد لفت لي جوب واديته للي جنب كان ابو هاد. لو شافنا هنشخن. محدش يقول له بقى ده. لفت لي الجوب بديهوله قال لي لا ما ينفعش. قلت له ايه؟ قال لي مطران لا اشعل. قال لي ده اللي مسكوت في القران. صح فرايح قاعدين بنلف على كلهم واقفه. ففي يوم الوقفه للي ما يعرفش الحشيش بيبقى خلصان ما بيبقاش فاضل غير برشام. خبره بقى. انا بشرب قصب. ففاضل برشام بس. فلفوا على كل الديلرز ما لقوش ولا واحد عنده. بقى فاضل اخر ديلر. فقال بس يعني واحد لقيته راح طالع كده قال بس يا جدعان ده اخر امل. ان شاء الله هنلاقي عنده. ان شاء الله يا رب. رب الله عنك حرمانيه. بس ده موقف يعني ايه عابر. الموقف اللي فاجئني بقى كنا في قريه انا واصحابي قاعدين في الساحل. فبقى اللي ماسك اللي بيشرب فجاه لقينا واحد بيجري في القريه زي المجنون ياخد ازازه كبيره من الناس ويكسر وخمره حرام كل ما هتروح النار انتوا بتشربوا خمره ازاي؟ تاني يوم اكتشفنا ان هو كان سكران فهو دماغه شاف
مع بعض دلوقتي.